أمي وحشني حضنك، وحشني نورك، وحشني بابك، نفسي أجري ألمس سترك أو حتى أجلس على أعتابك. وحشني صوت الجرس، وحشني طعم الجربان، ده حبك فيا انغرس من وإحنا يدوب رضعان. أمي وحشني حضنك، وحشني نورك، وحشني بابك، نفسي أجري ألمس سترك أو حتى أجلس على أعتابك. وحشني المذبح والقداس، وحشني الإفخارستية، وأبويا الكاهن والشماس، وطعم الأولوجية. أمي وحشني حضنك، وحشني نورك، وحشني بابك، نفسي أجري ألمس سترك أو حتى أجلس على أعتابك. وحشني الشمع والأيقونة، وحشني ريحة بخورك، افتحي بابها يا أم المعونة وانا اجي واوفي ندورك. امي وحشني حضنك، وحشني نورك، وحشني بابك، نفسي اجري المس سترك او حتى اجلس على اعتابك. وحشتني كمان المقصوره، وجسد القديس مرقوره، وحنوت وتمجيد ودوره، وآخد بركة من الصورة. أمي وحشني حضنك، وحشني نورك، وحشني بابك، نفسي أجري ألمس سترك أو حتى أجلس على أعتابك. وحشتني جبتها ومنارتها، وحشوني خادمها وخادمتها، مشتاق احضر اجتماعاتها وانا وولادي ناخد بركتها. امي وحشني حضنك، وحشني نورك، وحشني بابك، نفسي اجري المس سترك او حتى اجلس على اعتابك. اسمع يا رب صلاتنا، ولا ترفض طلبة عبدك، لا تغلق في وجهنا بابها، وارحم يا إلهنا شعبك. اسمع يا رب صلاتنا، ولا ترفض طلبة عبدك، لا تغلق في وجهنا بابها، وارحم يا إلهنا شعبك. اسمع يا رب صلاتنا، ولا ترفض طلبة عبدك، لا تغلق في وجهنا بابها، وارحم يا إلهنا شعبك. أمي وحشني حضنك، وحشني نورك، وحشني بابك، نفسي أجري ألمس سترك أو حتى أجلس على أعتابك.